بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر صديق. النهارده بنتكلم في الترجمة ومفردات القصة، المحاضرة الخامسة للصف الثالث الثانوي، دروس اونلاين على وقت تقديم مستر ياسر الدين. Translation and the vocabulary on the novel. الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية وأسئلة على مفردات القصة. الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية. شكرا. بعد exercise number one, translate into English. تكنولوجيا الجزيئات المتناهية الصغر يمكن أن تستخدم في الزراعة لحل مشكلة نقص الغذاء عن طريق زيادة إنتاجية المحاصيل. الحل يا مستر سي. Okay. Nanotechnology can be used in agriculture to solve the problem of food shortage by increasing crop productivity. هنا حضرتك كده لو تيجي تبص تبقى تقارن حضرتك كده ايه الاخطاء اللي عندي. هنا عندي يا مستر هنا food storage. اوكي، خد بالك ان كلمه storage اوكي هي food shortage، نقص وليس تخزين. هنا عندك هنا architecture. اوكي، طبعا architecture هنا بمعنى بناء. اوكي، معماري. solving يعني هنا حل، فكل حاجه هنا فيها خطا في الحل يا مستر سي. فالصفحه المقابله. Translate into Arabic. The demand for water has increased over the years, and this has led to water scarcity in many parts of the world. The solution is aggravated by the problem of water contamination. الحل يا مستر هنا تزايد طلب المياه على مر السنين، وأدى ذلك إلى ندرة المياه في كثير من أجزاء العالم، ويزداد الموقف تفاقما بسبب مشكلة تلوث المياه. حضرتك لو تيجي تشوف هنا بالنسبة للخطارات التانية، هنا في حضرتك هنا في أنا بقولك هنا في ندرة المياه، هنا في وفرة المياه، هنا في تفاؤلا، أوكي، هنا في تفاقما، هنا تحلية، هنا تلوث. هذا بتقرا كده تاخد بالك من الحاجات دي. تمام يا اساتذه، نقلب الصفحه. Exercise 2. Translate into English. من المتوقع ان يضم المتحف القومي للحضاره المصريه 50,000 قطعه. 50,000 قطعه اثريه تحكي تطور اقدم حضاره في التاريخ. The International Museum of Egyptian Civilization is expected to contain 50,000 antiquities that will rewrite the development of the earliest civilization in history. B. هنا طبعا مستر هنا عندي international لكن هنا قومي. اوكي، national. هنا rewrite وعيد كتابة. اوكي، فطبعا مش هينفع. الحل يا مستر هنا سي. The National Museum of Egyptian Civilization is expected to contain 50,000 antiquities that will relate the development of the earliest civilization in history. تمام يا اساتذه، حضرتك ان الحل الصحيح هنا عندك international غلط، يبقى نستبعدها. عندك relief يخفف غلط. حاضر، عندك expecting to consist يتوقع ان يتكون غلط. اوكي، فالحل سي. الصفحه المقابله. Translate into Arabic. Egypt is carrying out a giant project to reclaim and cultivate 4 million fedans which will provide a lot of job opportunities for young men. الحل B. تنفذ مصر مشروعا عملاقا لاستصلاح وزراعة 4 مليون فدان، والذي سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب. هنا حضرتك عندك تجريف غلط، محدودا غلط، اوكي، لاستعادة غلط. فانا ببدا اشوف كده استبعد الكلمات كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب درجة حلوة. نقلب الصفحة. Number 3. Translate into English.
العلاج الإشعاعي هو ثاني أكبر علاج للسرطان شيوعا بعد العلاج الكيميائي. الحل يا مستر تحت دي radiation therapy, the second most common cancer treatment after thermotherapy. تمام يا أستاذة؟ شوف كده مع بعض يا مستر كده هنا. radiation therapy is the second most. ماشي ده غلط. هنا عندك treat. اوكي هي treatment. حضرتك انت عندك as soon as هي after يعني بعدها. تمام؟ الصفحة المقابلة. Translate into Arabic. Major international sports events have either been cancelled or postponed due to the outbreak of the coronavirus pandemic. نشوف الحل. نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا فقد تم إلغاء أو تأجيل الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. تمام؟ هنا تفشي هنا انتهاء. هنا تفرد هنا القضاء على فكل ده غلط. نقلب صفحة. Translate into English. إن اتباع الإجراءات الاحترازية لأمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا وتجنب الإصابة بهذا المرض الخطير الذي يهدد حياة الناس وخاصة كبار السن. نشوف يا مستر الحل هنا تحت خالص. Following precautionary measures is necessary to prevent the spread of the coronavirus and avoid being infected with the serious disease that threatens the lives of the people, especially the elderly. لو نيجي يا مستر نبص كده حضرتك تقارن كده عندك protect involve عندك avoid يتجنب infecting تجنب الايه infecting لا هي اصلا ايه اوكي being infected invent يخترع فكل واحده فيها خطا. تمام يا اساتذه نشوف كده number 2. Translate into Arabic. Some people believe that social networking websites play an outstanding role in strengthening human relations, while others think they make relations okay lukewarm. الحل يعتقد البعض ان مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا بارزا في تقوية العلاقات الانسانية بينما يعتقد البعض انها تجعل العلاقات فاترة. هنا في اول جملة يا مستر هنا في اول ترجمة دورا عابرا ليه؟ لا غلط. هنا بارزا في تقليص العلاقات الإنسانية، لا مش في تقليص هي ليست تقوية. هنا بينما ينفي، لا هنا بينما يعتقد. تمام يا أساتذة؟ نقلب الصفحة. Translate into English. تولي الحكومة المصرية اهتماما عظيما بالمرأة حيث منحتها الاهتمام الوفير وجعلتها تشغل أرفع المناصب في مختلف الميادين. الحل C. The Egyptian government pays great attention to women as it has given them abundant attention and made them occupy the highest positions in various fields. عندي يا مستر minor يعني أقل. Intention يعني نية. Limited يعني محدود. Protection يعني حماية. تمام؟ نشوف الصفحة المقابلة. Accepting others is a highly civilized trait that we all should have. You can express your opinion and respect the opinion of others as well. يعتبر قبول الآخر سمة متحضرة للغاية يجب أن نتحلى بها جميعا. يمكنك التعبير عن رأيك واحترام آراء الآخرين أيضا. هنا عندي يا مستر كلمة متعصبة غلط. والاحترام من آرائي الاحترام من آراء الآخرين دي يعني مش هينفع طبعا. يجب أن نتخلى
غلط، خد بالك من النقطة والحرف كويس جدا. نقلب الصفحة. Translate into English. تهتم وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج لخلق مواطنين قادرين على مواكبة التحديات، على مواكبة التحديات المختلفة في كل مناحي الحياة. حل يا مستر سي. The Ministry of Education is concerned with developing curricula to build up citizens who are able to cope with the various challenges in all fields of life. هنا حضرتك عندك concerned. Okay. The Ministry of Education concerned with developing curriculum to build up citizens who are able to cope with the various changes in all fields of life. تمام؟ ماشي. انا بقى الحل يا مستر هنا سي. اوكي، وحضرتك تبقى تراجع كده على الايه، على الحاجات دي. هننتقل بقى يا مستر the vocabulary of the prisoner of Zenda. اوكي، نشوف كده جايبين سؤال وسؤالين من القصة على الكلمات عشان ما نفوتش حاجة، ونقول يا ريتنا ركزنا وريتنا حلينا. نقلب الصفحة. A countess is a woman, okay, who has the same rank as a count. Okay. Number two. The swordsman say fell to the ground hard, and his sword was safe was broken kusira. Number three. He was an English diplomat who had served الذي خدم as an ambassador سفير to three African countries ثلاث بلاد أفريقية. Number four. The royal family الأسرة الملكية gathered for an evening meal in the palace. Royal ملكي. The famous castle القلعة المشهورة has also been used as a film location. Number six. A haunting lodge is a house. Okay, بيت صغير. Is a house or hut or كوخ in the country في الريف or in the mountains of الجبال where people stay or on holiday when they want to go hunting عندما يريدون الذهاب للصيد. نقلب صفحة. 7. This house is almost identical متطابق to the one متطابق تماما متماثل to the one where I lived as a child. Chapter 2. The castle was surrounded by a moat. Okay, القلعة كانت okay محاطة بخندق مائي with access only بالعبور الوصول فقط available through a drawbridge. Okay, كوبري خشبي. Number 2. It will cost millions of pounds to build a mansion like this one. Mansion. Okay, بمعنى منزل. Number 3. People wonder why she is digging a moat around her house. يتساءل الناس لماذا هي تبني موت بمعنى خندق مائي. Number 4. Oh my God, look at that. Oh, look at Tom. He is his father's double. شبيه أبوه double. Number 5. William was crowned, okay, king to Wigan Malikan of England in 1066. نقلب الصفحة. We put down some poisoned بيت. احنا حطينا وضعنا بعض اوكي الطعوم المسممة to kill the rats لقتل الفئران. Poisoned bait. Bait يعني طعم. Poisoned ومسمم. Chapter 3. علي has been a loyal. Loyal يعني له لديه ولاء اخلاص. اوكي has been a loyal worker. Okay, in this company for almost 20 years.
Number two, she whispered, همست. She whispered to her neighbor that she thought the play was too long. Whispered, يهمس. Chapter four, number one, people often feel guilty. يشعر الناس دائما بالذنب. Okay, after a divorce, بعد الطلاق. They wish they hadn't ended their marriage. Number two, you need a spade. Spade يعني كوريك. Okay, جروف كبير. الكوريك to dig, لكي يحفر. A hole in order. In order to plant your tree. Number three, her kidnappers. Kidnap, يختطف. Kidnappers, المختطفين. Are demanding, يطلبون $5 million, okay, bond, okay, okay, $5 million, ransom, ransom يعني فدية, kidnappers, مختطفين. نقلب الصفحة. Number four. When I paid my debts, لما دفعت ديوني, debts, ديون, I felt as if a great financial burden, أنا شعرت إن, okay, عبء مالي had been lifted from my shoulders. Shoulders يعني أكتاف, عاتق, okay. Chapter 5, number 1, an argument, جدال between family members ended with a man being shot dead. Okay, okay, argument بين جدال أو نقاش بين أفراد أسرة انتهى بقتل okay, أحدهم رميا برصاص. Number two, to cross the border, لكي تعبر الحدود, you will need a valid passport, تحتاج إلى باسبور صالح. Okay. Number three, please step back. من فضلك ارجع. This door opens. من فضلك ارجع شوية بس كده. الباب مفتوح على مصراعيه. الباب مفتوح خالص. Okay, the door opens outwards. Chapter six, number one, in Japan, people legally, الناس بترى قانونية, become adults when they turn 20. Number two, he bowed, انحنى. Okay, down before the king and begged for mercy. انحنى, اوكي, امام الملك وتوسل للرحمة. نقلب الصفحة. He was jailed, لقد حبس, for 15 years for stabbing a man to death. Stab يعني يطعن, يطعن بالسكين. Stabbing. Four, it is wicked, شر, خبث, to make other people suffer. Suffer يعني يعاني. Chapter 7, the referee, الحكم, blew, أطلق, the whistle, whistle على الصفارة, to end the game. Number two, this medicine helps. Two, relief, يخفف, الدواء بيخفف, the symptoms, أعراض of COVID-19. Chapter eight, she moaned يعني يئن, يبكي بصمت, and cried out in pain, وبكى بألم, بوجع, moan, يئن. Number two, he was leaning out of the window. Lean يعني يتكئ. Okay, يتكئ على يعني على النافذة من الخارج. Okay, طلع نفسه برا خالص كده. And almost fell out. تقريبا كده كان يقع برا. نقلب صفحة. Number three, you are to stop that nonsense. Okay, يجب أن تقف عن هذه الأشياء. Do you hear me? أنت سمعني؟ Nonsense. Number four. The man dashed forward and struck his sword at the guard. Struck his sword. Okay, at the guard. بمعنى يضرب بسيفه الحارس. انتهت المراجعة. تحياتي لحضراتكم جميعا. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. قلوبنا معاكم يا أبطال. في أمان الله.